الله يرحمه ويغمد روحه الجنة عبد الحسين لا يعوض، ولكن في موقف مثل هذا ما نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. هي دي الكلمات الوحيدة اللي قدر يقولها سعد الفرج لصديق عمره الراحل عبد الحسين عبد الرضا، وهم دول اللي كانوا أشهر ثنائي خليجي لما ابتدوا سوا من حوالي 40 سنة. ايش معز من الاكل هذه؟ والقبيطيات مال لحم الكلاب اللي وكلت الناس، ها؟ والجوات اللي طب جو وحده، هذه مشاريع عيد؟ الحين تعايرني. وخلال مسيرته الفنيه الطويله دعم عبد الحسين الكثير من الفنانين الخليجيين، فمنصور الفيلي كانت بداياته معاه في مسلسل مرمر زماني سنه 92. سبب من اسباب دخولي هذا المجال كان يوجهنا، كان انسان جدا متواضع، كان يقول لك قول كذي راح اقول كذي، يعني يرفع من قيمه الممثل معه. وزيه عبد الله ابو عابد اللي كان ليه مع الراحل مواقف على سد التصوير، يعمل روح للعمل ويكون هو المسؤول الاول والاخير رغم انه في مخرج. والكوميديا اللي كان بينقلها للمشاهد على الشاشه او على المسرح كان بيعيشها كمان النجوم معاه في الكواليس. بس ورا الروح الكوميدية دي كان في شخصية صارمة. يقول لي تعال أنا أبي منك هاي شغلة الحين تعال، أقول له عمي بعدين، أقول لك الحين تعال خلاص ما تقدر تقول له شيء. وخلال كل السنين دي كان المشجع الأول للسينما والدراما الخليجية، وكان دايما بيحرص إنه يكون موجود في المهرجانات. أنا يمكن التقيت معاه غالبا هي مناسبات رسمية، قعدات عادية، التمست فيها الروح الجميلة اللي الناس تعشقها في عبد الحسين عبد الرضا. قدم الكثير على الساحة الخليجية وعلى الساحة العربية. والله يرحمه. والآخر يوم من عمره أحلامه ما وقفتش. رحمة الله عليه تحمس أنه يكون في فيلم خليجي يجمعنا نحن كلنا دول الخليج، فيلم سينمائي.